تصدر صندوق ثروة ليبيا السيادية قائمة تضم 13 صندوقا سياديا من 12 دولة أفريقية وفق تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس قدرة ليبيا على الاحتفاظ بثروات هائلة رغم ما تعانيه من تحديات سياسية واقتصادية منذ سنوات. التقرير أوضح أن قيمة الثروة السيادية الليبية بلغت حوالي 68 مليار دولار، لتتصدر بذلك قائمة الثروات السيادية في أفريقيا حتى وسط الأزمات الداخلية التي ما زالت تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العام للبلاد، وذلك لاعتمادها على استثمارات طويلة الأجل ما يعزز من استقرارها على المدى البعيد. وحيث ينافس الصندوق الليبي دولاً إفريقية أخرى مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا والمغرب التي تتمتع بثروات سيادية معتبرة، ولكنها لم تتمكن من التفوق على ليبيا.